أبنائي أبناء الجنوب الطيب، إنني على يقين كامل بأنكم لم تحصلوا بعد على ما تستحقونه، وأدرك إدراكا عميقا حجم معاناتكم على مدار عقود من مشكلات متراكمة. فقد كانت توجيهاتي واضحة للحكومة وكافة أجهزة الدولة نحو المضي قدما في مسارات تحسين أحوال أهل الصعيد. تستحوذ محافظات الصعيد على اهتمام خاص من قبل الدولة، سواء بالتوسع في المشروعات الإنتاجية أو من خلال تدشين بنية تحتية وأساسية قوية للمناطق الصناعية. وفي سبيل ذلك يجري الآن تخصيص قرابة 9 مجمعات صناعية لمحافظات الصعيد. تستهدف مصر تحقيق تنمية شاملة بمحافظات الصعيد وتوفير فرص عمل جديدة لأبنائه، وذلك من خلال التوسع في عدد كبير من المشروعات. خلال 7 سنوات بلغ عدد المشروعات 4446 مشروع تم الانتهاء منها وجاري تنفيذها. التكلفة تخطت 296 مليار جنيه. 2343 مشروعا تم الانتهاء منها بتكلفة تبلغ 51 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1498 مشروعا في المحافظات الحدودية بتكلفة تبلغ 282 مليار جنيه، منها 658 مشروعا تم الانتهاء منها بتكلفة 18 مليار جنيه. اللي بتعمل في مصر بيكوا يا مصريين حاجة عظيمة قوي، وجهد ضخم جدا، ونتائجه كبيرة، لأن احنا بصراحة لازم نتحرك بالشكل ده عشان احنا الزيادة السكانية بتاعتنا لازم نشتغل كده، لأن ده معناه ببساطة أنا أقدر كمان أزود مساحة الأرض بتاعتي، مش بس إن أنا أضيف عليها رقعة أرض جديدة، لا ده أنا أقدر كمان أزود ده بالإنتاج. هذه المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية نتيجة اهتمامها الكبير بالاستثمار في المشروعات القومية والتنموية في شتى القطاعات. من مصر، محمد عبد العال. أنتم أبناء الأرض الطيبة، واعلموا أن عصور الزهار مصر انطلقت من أرضكم، فحولوا الحلم إلى حقيقة، وسعوا إلى صياغة تاريخ يليق بكم وبمصر، وبكم دائما ستحيا مصر.